محمد البربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ياهلا فيكم، ونجدد اللقاء معكم في برنامج من حقك، معي أنا عادل بربع. كثير من المشاكل التي تصلنا بين حين وآخر حول القضايا العمالية، ولكن علينا أن نطرح هذه القضايا والشكاوى وهذه الأمور كلها على طاولة النقاش ليعرف كل شخص ومن حقه أن يعرف. وضيفنا في هذه الحلقة والضيف الدائم في حلقات برنامج من حقك الأستاذ خالد بن أحمد المحمادي، وهو المحامي والمستشار القانوني. حياك الله. يا هلا أخوي عادل، ومرحبا بالأخوان المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم شيء مميز. الناس مستنينك يعني من أول إن شاء الله. الأسئلة إحنا طبعا مستمعين الكرام، إحنا أخذنا الأسئلة اللي لم يتم الإجابة عنها في الحلقة الماضية، ومعشانكم كذلك والأستاذ خالد قال ممكن نعمل الحلقة الثانية والجزء الثاني من نفس العنوان ونفس الموضوع، القضايا العمالية، لنتحدث إن شاء الله وتناول الكثير والعديد من الأسئلة التي وردتنا والاستفسارات التي ترغبون معرفتها. كذلك بإمكانكم مستمعينا الكرام التواصل معنا، سواء إذا أردتم أن تتصلوا علينا إحنا اللي راح نتصل، فقط أرسل رسالة على الواتساب أو رسالة حتى نصية حتى نقراها لكم على الهواء مباشرة. اكتب أو ارسل إلى واتساب الإذاعة 055-66-89-001. طيب احنا ندخل مباشرة في الأسئلة أستاذ خالد. هذا السؤال يعني اللي ورد يقول: أنا صاحب مؤسسة مقاولات وأبرمت عقد عمل مع عامل لمدة سنة، وقام العامل بإنهاء العلاقة بعد شهر من سريان العقد خلال فترة التجربة، فهل يلحق بالمطالبة بالتعويض؟ طبعا فترة التجربة هي يحق لصاحب الشركة أنه هو ينهي العقد على حسب التقييم اللي كان موجود ما بين على أداء العمل وعلى أداء عمل الموظف، وفي تقييمات تكون موجودة. نعم. ففترة الأداء 3 شهور فهي حق مشروع. هذا من طرف صاحب العمل. طب إذا كان من طرف العامل يحق له نفس الشيء، إنه خلال 3 أشهر التجربة هذه إنه ممكن يفسخ أو إنه يخرج. نعم صحيح. طيب أيضا يقول سائل هنا: عملت في المكتب استشارات هندسية لمدة 3 سنوات، وبعد نهاية العقد طلبت من صاحب العمل منحي شهادة خدمة، فطلب مني أن أدفع له مبلغا ماليا لأجل ذلك، هل يحق له ذلك؟ لا يحق له، هذه مخالفة صريحة لنظام العمل، وشهادة الخبرة هذه من الأشياء اللي من حقوقه يعني. حقوقه اللي هو يأخذ. نعم. هل يحق أيضا لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفري أو إقامتي؟ لا يحق له طبعا، وهذا وفق المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. نعم. يقول أيضا: أنا أعمل موظفة، هذه سائلة تعمل موظفة في بنك في أحد البنوك، وقد أخذت إجازة، يقول أخذت إجازة لأجل الوضع، فقام يعني يبدو أنها الوضع من الولادة، فقام البنك خلالها بإنذاري بالفصل، فهل يحق له ذلك؟ طبعا هذه من الإشكاليات كثيرة تصير عند السيدات في نعم. موضوع الحمل والولادة والإجازة وفترة فلا يجوز لصاحب العمل الفصل أثناء الإجازة، وهذا المستند النظامي مادة 155 من نظام العمل. تمام. أيضا سؤال هنا يقول السائل: يحق لي طلب نقل الخدمات لصاحب عمل آخر بسبب تأخر صاحب العمل عن دفع أجوري لمدة 6 أشهر؟ يحق له ذلك طبعا، متى ما تأخر صاحب العمل عن دفع الأجور لمدة 6 أشهر، والمستند النظامي فيها هو المادة 14-8 لنظام العمل. نعم. الرواتب والأجور الشهرية هذه من الحقوق الواجب السداد للموظف والعامل الأجنبي. نعم.
احنا يعني ودنا يكون هناك في معرفة كاملة ان شاء الله بمسألة الحقوق لدى العامل وصاحب المنشأة او الموظف وصاحب الشركة او القطاع حتى يسود الوعي عند الجميع. هناك سؤال يعني سألناه المستمعين او سألناه الاستطلاع مع بعض المستمعين والمجتمع، وإن شاء الله رح نأخذ هذا التقرير لكن بعد مجموعة كده من الأسئلة إلى أن يجهز الكنترول التقرير. هو موجود نعم، يعني أرسله نسقي كده لك مع زميلة. هنا سؤال أستاذ خالد يقول هل يستطيع أنه إيش الاعتراض، هل أستطيع الاعتراض بالاستئناف على الحكم الصادر ضدي بمطالبة مالية عمالية قدرها 15,000 ريال؟ طبعا هذه من التعديلات الجديدة الآن في نظام المحكمة العمالية، إنه هذه تعتبر من الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز فيها الاعتراض للاستئناف. وطبعا أي مبلغ أقل من 20,000 هذا يعتبر من الدعاوى اليسيرة ويعتبر الحكم الابتدائي حكم واجب النفاذ. وطبعا هذا من موجب قرار المجلس الأعلى للقضاء اللي صدر في 15/2/1440. نعم، لكن السؤال أستاذ خالد كما هنا ورد، يعني من المختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية؟ حاكم التنفيذ. نعم، طبعا إذا ما دفع المحكوم عليه المبالغ بموجب الحكم فيستطيع المدعي أو الشخص اللي صدر له الحكم أنه يتوجه لمحكمة التنفيذ ويقدم الحكم وينفذ له. طبعا الإجراءات الآن صارت يسيرة ومبسطة جدا عن طريق ناجز وعن طريق طلبات تنفيذ، ويعبي البيانات المطلوبة. أيوة. وانت جالس في مكتبك في بيتك تقدر تقدم الطلب وتنهي إجراءاته وترفق كل الأوراق المطلوبة. نعم. ويتنفذ الحكم وينتهي وانت ما تروح المحكمة. نعم. وهذه كانت من الأشياء اليسيرة اللي كمان كانت حريصة عليها وزارة العدل أنها توفر الخدمة للمجتمع السعودي. نعم، لسؤال المستمعين الكرام والتواصل معنا عبر واتساب الإذاعة على رقم 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. كذلك سؤال أستاذ خالد هنا، هل أستطيع تقديم مذكرة الدفاع في الدعوة العمالية قبل موعد الجلسة في القضية المقامة ضدي؟ هذا السائل يقول. طبعا الآن القضايا العمالية لها محكمة مختصة وهي المحكمة العمالية. نعم. تحت منظومة وزارة العدل، فيسري عليها ما يسري على جميع المحاكم، فيحق له أنه يقدم قبلها بثلاثة أيام. أي، فهذا يعني وفي يعني أيقونة يقدر يقدم عن طريقها. جميل جدا. أيضا من الأسئلة يقول هنا، هل يحق لي الاعتراض على الحكم إذا لم يحكم لي بكل ما طلب في الدعوة العمالية؟ طبعا هذا يعتبر حكم ابتدائي. نعم. فالحكم الابتدائي إذا لم تقتنع فيه فيحق لك أنك أنت ترفع للمحكمة الاستئناف أعلى درجة وتوضح أوجه اعتراضك على الحكم إن كان أغفل بعض الطلبات أو لم يستوفي بعض الطلبات الأخرى أو كان في لك ردود لم تضبط لك أو لم يحكم لك فيها. نعم، يستطيع. فحق الاستئناف هو مكفول لجميع المتقاضين. أي، هنا أيضا يريد أن يعرف السائل المقصود بأجر الفعلي في نظام العمل. طبعا هو الأجر الأساسي. أي، مضاف له سائر الزيادات التي تتقرر للعامل، يعني البدلات يعني. مقابل جهد بدله أو مخاطر تعرض لها في أي عمل. وتكون مقررة بموجب العقد، لابد يكون في عقد بين العامل الموظف مع الشركة أو صاحب العمل. ولائحة تنظيم العمل كعمولات بدلات كلها تكون مكتوبة، وهذه طبعا وفق المادة الثانية من نظام العمل. نعم، أيضا من الأسئلة اللي وردت لدينا يقول لدي مؤسسة مقاولات ويعمل لدي فيها عمال، ووضع في أحد البنود العقد شرط بأن الإجازة مدتها 21 يوم، ولا تستحق إلا أو تستحق إلا بعد سنتين من العمل، فهل ما أفعله نظامي؟ هذا صاحب المؤسسة.
طبعا هذا غير نظامي. الإجازات دائما مستحقة للموظف للعامل في السنة، في ذات السنة، في ذات السنة 21 يوم، وهذا تعتبر مخالفة لنظام العمل. نعم. طيب لعل التقرير احنا ناخذه في ان شاء الله ما بعد الفاصل لكل من ينتظر الاستماع له. احنا طبعا سألنا سؤال للجمهور، قل لو عندك مشكلة مع شركتك اللي بتعمل فيها وما استطعت ان تحصل على حقوقك ومستحقاتك المالية منها، فإلى أي جهة تتجه؟ راح نشوف هم أو نسمع منهم هم فين يبغي يروحوا بالضبط، هل عندهم فكرة عن هذا الأمر أو لا. راح نطلع الفاصل وإن شاء الله راح نسمع لهذا التقرير، ابقوا معنا. من حقك مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة لكم مرة أخرى، وأذكركم برقم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة على 055-668-9001. سؤالنا كان لجمهورنا الكريم مستمعينا ومستمعاتنا، قلنا لو عندك مشكلة مع شركتك اللي بتشتغل فيها وما استطعت أن تحصل على حقوقك ومستحقاتك المالية منها، فإلى أي جهة تتجه؟ كان هذا التقرير، فلنستمع. أول شيء نروح الإدارة في الشركة نحاول نحل الموضوع بشكل ودي، إذا ما في أي رد راح نصعد الموضوع أكيد إلى مدير الإدارة، وإذا ما في أي رد كمان على طول حنلجأ إلى وزارة العمل، نقدر نقدم شكوى هناك. بالنسبة ما أعتقد هيكون وزارة العمل، وزارة العمل هي الجهة المخولة إنه نشتكي لها إذا في أي مشكلة مع الشركة أو شيء، وهي تقرر وزارة العمل تقرر إذا هتكون تروح للمحكمة العمالية أو شيء زي كده. أنا لو حصلت معاي مشكلة في شركتي حتجي على طول مكافحة الفساد، ونحن دحين في بلد القانون، ما حد يخاف على حقه، حيجيك حقك بإذن الله. والله أولا راح انقطع من العمل تماما، بعدين بستشير زملائي، وبعد كذا يعني راح أتجه إلى المحكمة عشان حقوقي. واجهت نفس المشكلة ورفضوا يسترجعوا حقي ومشيت بالشكل القانوني، والحمد لله تم استرجاع حقي بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصلت لي نفس المشكلة واتجهت لوزارة العمل وما فادوني، وبعدين اتجهت لمحكمة العمالية، وللآن أنتظر الإجابة منهم. السلام عليكم. واجهتني نفس المشكلة مع شركة اللي بشتغل فيها وما قدرت أخذ حقي ومستحقاتي يعني المالية، فاتجهت انه اوكل محامي بحيث انه ياخذ الحق المالي بالشكل القانوني والمناسب. السلام عليكم. انا صحبتي واجهت نفس المشكلة مع الشركة اللي بتشتغل فيها، والصراحة انصحتها بالتوجه الى قسم الشكاوي او انه توكل محامي، لانه نحن في النهاية في دولة تمشي على القانون. طيب احنا سمعنا هذه الردود المتباينة والمختلفة، وتعليقك عليها استاذ خالد. طبعا اول شيء التقرير جدا جميل، واكثر شيء لفت نظري هو تعزيز الثقافة القانونية. جميل. كلمة القانون تكررت يمكن 4 مرات. الحمد لله. نعم. طبعا اغلبهم كان يعني اتجاهاتهم صحيحة. اي. بس جزئية يعني مكافحة الفساد أنها تدخل في قضايا عمالية إلا إذا كان هناك شبهة. أي. لكن هو الاختصاص للجنة التسويات الودية في وزارة الموارد البشرية، وهذا التصحيح اللي لابد أن احنا نقوله. أي. وزارة العمل تغير مسماها إلى وزارة الموارد البشرية. نعم. فتكون هناك عن طريق اللجنة التسوية الودية، ثم إذا لم يتم الإصلاح بينهم أو إنهاء الموضوع ودي يحال إلى المحكمة العمالية للفصل فيها. جميل جدا كمان في التقرير أنه الأغلب يستشير. نعم. يروح لمحامين ذوي اختصاص. وهذا شيء جيد. جزء منهم كان ينظر إلى أنه يحل الموضوع بشكل ودي، وهذا لا خلاف عليه. صحيح. بالعكس الأمور الودية والصلح يكون شيء جيد. أهم حاجة أنه حقك تأخذه كما هو. يعني النظرة، يعني أحد الأخوان قال يعني
هذه عملي ثم بعد كذا أنا ما عندي عمل. دائما الفرص موجودة، العمل موجود، في النهاية أهم شيء أنك أنت تتمسك بحقك بالطريقة الصحيحة وتلجأ إلى أصحاب الاختصاص في أخذ المشورة. نعم، فحقيقة التقرير كان جدا جميل الحمد لله. الآن إحنا عندنا اتصال هاتفي، وطبعا الاتصالات بتجينا على حسب ما يرسلوا المستمعين والمستمعات إلى الواتساب ويطلب الاتصال، إحنا على طول حنتصل عليهم. نأخذ اتصال. مرحبا. يا هلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، تفضل أخوي. أخوي أنا عندي بس سؤال بسيط. الحين أنا تابع الوالد. وكفيل الوالد أخبرنا إنه قفل السجل التجاري الآن. نعم. وحاليا يعني ما احنا قادرين نجدد، فانا على وين يعني ألجأ في الموضوع هذا؟ نعم، في سؤال اخر؟ بس هذا السؤال الله يعطيك العافية. طيب طيب، تسمعنا الان من الراديو. طبعا تقفيلة السجل المؤسسة اي لها اشتراطات في التقفيل. نعم. من ضمن انه ما يكون في عليه مكفولين. اها، فيقدر انه هو يتجه لمكتب العمل ويقدم شكوى بهذا الخصوص، ويقدر يرفع لإدارة الجوازات بهذا الجزئية. نعم. انه ما هم قادرين يجددوا إقاماتهم لان المؤسسة أقفلت. طبعا ما حدد هو الفترة اللي أقفلت فيها، بس باين من كلام انه حديث يعني أي. حديث يعني كان قبل شهر او شيء، فبالتالي يقدم لمكتب العمل انه ما حيقدر يجدد الإقامة لان اكيد انه والده على كفالة المؤسسة. صحيح، فهذا الإجراء. فهو يتجه إلى جهتين في وقت واحد ولا يأخذها بالتوالي؟ أو الحاجة لا، أول شيء مكتب العمل، لأنه المكتب العمل الآن وزارة الموارد البشرية مرتبطة الآن مع كل الجهات، التأمينات، الجوازات، فالكل حيرجع لرخصة العمل الخاصة بالمؤسسة. نعم نعم. أيضا من الأسئلة اللي وردت هنا يقول أنا مقيم تحت كفالة الشركة، أعمل معاهم حاسب آلي وتسويق من 3 سنوات ولم أستلم أي حقوق، واستغنوا عني أول مرة في عام 1441 قبل الدخول الحظر والجائحة، ولم أستلم أي راتب، وقعوني بأنني أستلمت حقوقي ولم يجددوا هويتي حتى الآن، وبعد ذلك اتصلوا بي رجعوني العمل مرة ثانية بدون أي عقد، وحتى الآن لم يعملوا عقد من قبل 4 أشهر، واستغنوا عني مرة ثانية وهددوني بنقل كفالة إذا ما تنقل نعمل عليك هروب أو خروج نهائي وشكرا. طبعا جميع المنشآت خاضعة لنظام العمل، والنظام كفل للعامل جميع حقوقه. نعم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغل المنشأة العامل للقيام بالأعمال دون أجر، وهو يستطيع أن يقدم شكوى لوزارة الموارد البشرية وينظر في موضوع شكوى. نعم. الجزئية اللي أنا لفتتني في السؤال هذا أنه هو وقع على استلام مستحقاته، طبعا هذا من الأشياء اللي إحنا دائما من أخطاء ممكن تكون يعني. اللي دائما نحن نتكلم عنه أنه لابد يكون كل شخص حريص على حقوقه ولا يفرط فيها. أيوة. لما توقع على ورقة بأنك استلمت كل مبالغك ومستحقاتك وأنت لم تستلم شيء، فهذه طبعا هي لا تلغي أن أنت لك حقوق، لكن هي ثغرة قانونية ضدك. أيوة. من المفترض أن الكل يكون عارف هذه الجزئيات، أنه حقك ومستحقاتك ورواتبك وبدلاتك وخدمتك لا توقع على أي ورقة إذا لم تستلم. نعم. أيضا هنا سؤال بيقول هل يحق لصاحب العمل إسقاط التأمين الطبي عند الاستقالة؟ طبعا هذه جزئية مهمة جدا. أي. دائما التأمين الطبي يكون بعد فترة انتهائه، دائما ما يتوافق مع نفس عقد العمل. أي. فإذا لم يتم الانتهاء من مثلا عفوا إذا انتهى العقد العمل ولم ينتهي التأمين الطبي، حق لصاحب العمل أنه هو يوقف. أي. يعني أنت خارج العملية التعاقدية الآن. نعم. أيضا هنا سؤال، ما هي إجازة الوضع للمرأة الحامل؟ إجازة المرأة تستحق إجازة مدة 10 أسابيع وبأجر كامل.
10 أسابيع بأجر كامل. أيضا كذلك من السؤال اللي وردت، تعرضت لإصابة عمل، فما هي الحقوق المالية المستحقة لي؟ طبعا إصابة العمل تستحق أجر كامل من أول 60 يوم ثم أجر 75% عن الفترة المتبقية ولمدة سنة كاملة. فنظام وزارة الموارد البشرية يعني موضح أدق التفاصيل، نعم. ويستطيع الجميع أنه يرجع لها، وهي مسموح فيها على موقع الوزارة. نعم. أيضا من الأسئلة جات، يقول عندي والدي يشتغل في شركة له 20 سنة وما يعرف يقرأ ولا يكتب، هل يحق لي صاحب العمل إعطاء والدي مكافأة نهاية الخدمة كل نهاية سنة أو لا يجوز لهم لأني ما أعرف على أي راتب يحسبوا المكافأة؟ نهاية الخدمة هي مكافأة نهاية الخدمة يستحقها الموظف أو العامل عند انتهاء عمله، نعم. على آخر راتب أجر أخذه. نعم، هذا ما يقصد نتخيل، مو أنه نهاية كل سنة يعني. نعم. أيضا عندي حكم صادر على صاحبة مؤسسة تجارية بقيمة 14,000 ريال وصار لي أكثر من 3 سنوات وللآن ما وصلني السداد، كيف أقدر أتابع القضية؟ وأعتقد بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات ممكن من الصعب تحصيل المبلغ، آمل نصيحتكم. يتابع الأمر التنفيذي اللي هو أصدره في محكمة التنفيذ إلى أن يتم تحصيل المبلغ، نعم. لأنه في إجراءات في محكمة التنفيذ تتخذ على المبالغ والأحكام اللي تصل لها. جميل جدا. ما زلنا مستمعينا الكرام يعني نقوم بقراءة أسئلتكم والتي تردنا على واتساب الإذاعة، وبإمكانكم إرسالها لنا مرة أخرى يعني، ولكل من يرغب أن يرسل أي استفسار حول موضوعنا اليوم عن القضايا العمالية على الرقم 055-66-89-001. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مع عادل بربع لتذكير مرة أخرى مستمعينا الكرام برقم التواصل معنا على واتساب الإذاعة على 055-66-89-001. هنا سؤال طبعا أستاذ خالد بيقول في حل فصل العامل بالمادة 77، من هو المخول في الشركة بإخبار الموظف بفصله بالمادة 77؟ هل هناك إدارة مسؤولة أم الصلاحية لكل مدير في الشركة يستطيع فصل العامل بالمادة؟ طبعا هنا لازم أن احنا نوضح جزئية مهمة، أن المادة 77 من نظام وزارة الموارد البشرية هي خاصة بالتعويض عن الفصل الغير مشروع وليست خاصة بالفصل، يعني لازم يكون الفصل غير مسبب، غير جائز، تعسفي زي كذا. نعم. طيب الشخص اللي يكون مسؤول عن الفصل هو الشخص اللي وقع معه العقد، إذا كان وقع معه العقد المدير العام فالمدير العام هو اللي له صلاحية في الفصل، أو إذا كان في صلاحية لمدير الموارد البشرية. طيب. فهذول اللي يكون لهم الصلاحية دائما يعني في الشركات وفي العقود. تمام. أيضا السائل هنا بيقول أطلب من شخص مبلغ وتم سجنه نصب واحتيال وخرج بصك إعسار، من يدفع المبلغ لي؟ طبعا صك الإعسار أنه متى يصدر؟ يصدر إذا كان الشخص لا يملك أي مبالغ مالية. أي. في هذه الحالة الشخص اللي تضرر من هذا الشخص اللي عنده صك الإعسار عليه أنه يتتبع إذا وجد عنده مبلغ مالي فيما بعد أو عمل، لأن صك الإعسار فيه شروط موجودة في الصك أنه هو لا يملك أي أموال وليس له أي ممتلكات، نعم. فيستطيع أنه يتابع فيها. نعم. طيب إذا هنا سأل بيقول أنا توظفت في شركة بمهنة كاشير وفي هذه الأوضاع بسبب كورونا قمت بمنع العميل بدخول للمحل بسبب الكمامة، وقام بسب وشتم وخرج من المحل وجاب سكين وأنا خرجت من الباب الخاص بالموظفين وتعرضت للطعن والشرطة لم تدني بشيء في هذه القضية وتم فصلي، أو لم تنصفني ما أدري يقول، لكن تم فصلي من الشركة بسبب
بسبب اللي صار مع العميل، الرجاء الإفادة، هل الفصل صحيح أو لا؟ طبعا هذه مشابهة للأحداث المؤسفة اللي كانت تصير في الأسبوعين الماضية. نعم. للاعتداءات اللي صارت بسبب أنه ما كان معهم برنامج توكلنا. في النهاية هذا موظف يلتزم بالتعليمات. نعم. والسبل الوقاية والاحترازات اللي صادرة من الجهات الرسمية. طبعا هو هنا يقول أنا رحت للشرطة، فلا بد أن يكون في محضر للشرطة أو إثبات له بهذه الواقعة. الشيء الثاني يمكن أنه هو يرفع دعوى في وزارة الموارد البشرية على الفصل اللي صار من الشركة. نعم. وأيضا سأل بيقول أنا وقعت عقد مع الشركة مدة سنة وبعد 9 شهور تم إنهاء العلاقة التعاقدية، هل يحق لي المطالبة بالمتبقي من العقد؟ هذا هو اللي يردنا للمادة 77 قبل شوي تكلمنا عنها، أنه إذا كان الفصل تعسفي أو لا. نعم. وأيضا إذا كان العقد محدد فيه في حالة الفصل يتم تعويضه بأجر معين فما يحق له يطالب ببقية العقد، لكن إذا ما لم تجد هذه المادة فيقدر يطالب ببقية العقد. طيب. طيب أيضا هنا بيقول السؤال، أنا اشتريت سيارة من عام 2011 من شركات بنظام التأجير، وبعدين رجعت السيارة بسبب الظروف الاجتماعية وتراكم الالتزامات، ورجعت السيارة وتم بيع السيارة على شخص آخر من طرف الشركة لا علم لي، والآن بعد 11 سنة يطالبوني بالسيارة ونقل ملكيتها. طبعا هذا ما له علاقة بالقضايا العمالية. نعم. لكن هذه طول العمر لابد أن يكون عنده إثبات في ترجيعه للسيارة في 2011. لما رجع السيارة لابد يكون عنده إثبات بالاستلام من الشركة لكي يحفظ حقه. صحيح. في هذه الحالة، هذه الحالة الآن هم يطالبونه بإعادة السيارة. السيارة ليست موجودة عنده. ومعروف أنه الأجر مقابل المنفعة. فإذا ما هو ما انتفع من السيارة وعنده إثبات أنه سلم السيارة لهم، فهنا يستطيع أن يقدم دعوة للمحكمة ويطالب بإسقاط المطالب اللي عليه. نعم. أيضا هنا سؤال يقول السلام عليكم أخوي، أنا الوالد الله يرحمه كان موظف في شركة 33 سنة وما أخذ حقوقه من المؤسسة، وطالب المؤسسة يعني قالوا أنه ما عنده غير 60,000 مع العلم أنه راتبه كان 3,000 ويستلم كاش من غير توقيع أوراق. طيب هنا طول العمر يطلب اللي هو كشف من المؤسسة برواتبه ومستحقاته، قد يكون فيه مديونيات سابقة لدى المؤسسة على الوالد. نعم. إذا ما فيه حيطالبهم بصفته هو من الورثة عند وزارة الموارد البشرية. نعم. أيضا هنا سؤال بيقول زوجتي رفعت قضية على مرة أبوها أنه أخذت كل الأشياء خاصة فيها من جوال، خاصة فيها من جوال وهوية وجوال سفر وملابس، وفتحت الجوال ونشرت أشياء خاصة وكلام جدا جارح عبر طريق سناب الخاص لزوجتي، ورفعنا قضية لمدة سنة وطلب شهود وجبت شهود زوجتي وشهود وشهدوا، والأخير الشيخ يحكم أنه لم تسب يعني أو لم تثبت له أي أدلة أو أي أدلة. سؤال راح يحق لي مرة الأب ترفع رد اعتبار على زوجتي؟ هذه طبعا دائما لا تتقدم للمحكمة أو لأي جهة قضائية إلا إذا كان عندك إثباتات ومستندات أو قرائن قوية قوي موقفك. الدعاوى الكيدية متى تعتبر هي الدعوى كيدية؟ تعتبر الدعوى كيدية لها 4 شروط أو 5 شروط، من ضمنها أنه لا بد أنه يكون متقصد هذا الشخص. نعم. فالحكم اللي هنا صدر هو جابوا شهود واختلفت وجابوا ظهر الزوجة. نعم. كمان جابت شهود، فالقاضي حكم أنه لم يثبت. فهنا فيه يعني ما أنا ما أشوف أن فيها كيدية، لكن دائما ننصح أنك أنت لا ترفع دعوى إلا إذا كان موجود عندك إثباتات. تمام. أيضا السؤال هنا، السلام عليكم، أنا من أصحاب هوية زائر، طلعت الإقامة واشتغلت مع الكفيل وحصلت مشاكل، واتفقنا على أني أروح أنقل، وجيت أنقل وأنه مسوي بلاغ تغيب عن العمل وعنده مستحقات لم يسلمها ل8 شهور، كيف الحل؟ طبعا هنا في شقين، بلاغ الهروب أنه يستطيع أن يتقدم بأن هذا البلاغ كيدي لوزارة الموارد البشرية، وأما في الحقوق العمالية فهو يستطيع أن يقدم للجنة التسوية الودية.
نعم. معنا اتصال هاتفي. مرحبا. ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. أنا لي صديق صار عليه بلاغ هروب من 9 أشهر. نعم. والكفيل يقول إن البلاغ كان في الخطأ، يبغى يبلغ على عامل ثاني، يبلغ على هذا. الكفيل يقول إنه ألغى، سوى تنازل من مكتب العمل. طيب. سوى تنازل من مكتب العمل ومتكفل بجميع الغرامة اللي هي يعني يلغي البلاغ، المترتبة على إلغاء البلاغ. نعم. أنا طبعا أنا الضمين من 9 أشهر وباقي ما ألغى البلاغ. الحين إذا أبغى أرفع شكوى أروح مكتب العمل ولا أرفع قضية من عند محامي ولا كيف؟ طبعا هو حق مشروع لك أنك أنت توكل محامي، لكنك تستطيع أنك أنت تقدم بلاغ لأن هذا البلاغ تم إلغاؤه لوزارة الموارد البشرية، وفي عندهم هناك يشكلوا لجان خاصة بالبلاغات الكيدية في بلاغات الهروب. نعم. وإن شاء الله يعني الله يسهل لك الأمر بحول الله تعالى. أيضا سؤال هنا يقول السلام عليكم، أنا طبعا قال موظف وافد، يقول الموظف وافد حكمت لي دار العمالية بأن الفصل تعسفي وراتب 7 أشهر بقية العقد، هل يحق لي المطالبة بفترة التقاضي اللي استمرت أكثر من 3 أعوام، علما بأن المحكمة العمالية رفضت الحكم لي بفترة التقاضي بالرغم من مطالبتي بحجة عدم اختصاصها؟ طبعا هو لو قال إنها تعب محاماة كنت أقول له ممكن أنك أنت تطالب فيها، لكن فترة التقاضي في وزارة الموارد البشرية يصدر رخص عمل إذا كان في إشكالية ما بين العامل وصاحب العمل، ولابد أنه هو يعمل لكي يستطيع أنه يصرف على بيته على أهله على نفسه، فبيدي رخص عمل خاصة بالعمل المؤقت، فهذه أعتقد أنه ما تنظر. نعم. كذلك من الأسئلة، مساء الخير وعلى ضيفك الكريم المحامي الأستاذ خالد، سؤالي، أنا أعمل لدى شركة خاصة وتم منحي تقييم مقبول وأنا منتظم في العمل، مع العلم أن زميلي في نفس القسم منح تقدير جيد وهو يتمتع بإجازة مرضية قاربت 11 يمكن شهر يمكن في نفس السنة اللي منحت فيها تقدير مقبول، وزيادة على ذلك أنه في نفس السنة تم منحي شهادة شكر وتقدير وتم رفع تظلم للموارد البشرية لعملي لكن دون جدوى. السؤال، ما هي الطريقة المتبعة في هذه الحالة؟ وشكرا لك. أول شيء طبعا هو لازم يكون مطلع على اللوائح الداخلية للشركة. نعم. ثم يحق له أنه يقدم طلب لقسم الموارد البشرية في الشركة خلال 3 أيام ويفصل فيها خلال 5 أيام. نعم. هذا إجراء نظامي، إذا اتبعه حيوصل إلى النتيجة. اتجاهك إلى وزارة الموارد البشرية وتقديمك شكوى دون اتباع اللوائح الداخلية الموجودة للشركة أو النظام المعمول فيها قد يسقط حقك، فهو لابد أول شيء يقدم خطاب للشركة خلال 3 أيام ويفصل فيها من الشركة خلال 5 أيام. نعم. إذا لم تكن هناك لوائح ولم يكن إجاباتهم مقنعة يستطيع أن يقدم للموارد البشرية. نعم. هنا سؤال طريف يمكن ما أدري، هل يسمح أن الزوجة تعمل تحت إدارة زوجها ويقوم بالتغطية عليها ولا تحضر العمل تستلم الرواتب والحوافز والمكافآت؟ في النهاية هو عمل، في عقد، في حضور وانصراف. نعم. ما في شيء اسمه تغطية. ما في تغطية. التغطية إنك واسطة قوية يعني. يعني بيشيل البصمة ولا. الآن كل شيء إلكتروني. نعم. يمكن يكون في السابق لكن الآن. نعم. حتى لو كان يعني لابد يكون في نظام متبع، إجراءات متبعة. في نظام، في حضور وانصراف، في تسير رواتب، في عمل يقام فيه، لكن. طيب لعل مع هذا السؤال حنطلع الفاصل، لكن أذكركم مستمعين الكرام بالتواصل معنا على واتساب الإذاعة على 0556689001. ابقوا معنا. من حقك مع عادل بارباع.
حياكم الله مستمعين الكرام. لتذكير مرة أخرى بالتواصل معنا عبر واتساب الإذاعة على 055-668-9001. وما زالت هذه الأسئلة والاستفسارات يجيب عنها الأستاذ خالد بن أحمد المحمادي المحامي والمستشار القانوني. وما زلنا أستاذ خالد مع أسئلة الإدارة لما تكون يعني العلاقة ما بين الإدارة والموظفين علاقة زوجية، فهذا سؤال من أصعب الإدارات هذه الإدارة. يعني نعم. حيكون عليها العين مركز صحيح في كل قرار، يعني يمشي هالمرة وما أدري إيش معنى هذه المرة. هنا بيقول السلام عليكم، هل يسمح لمدير إدارة بأن يصدر قرارا بأن زوجته الموظفة معنا أن تعمل من المنزل فقط ويقوم هو بتحضيرها؟ طبعا نبغى جواب قانوني. لا جواب قانوني. نعم. شوف هو استثناء، ما في استثناء لأي موظف، لكن احنا نرجع للتعاميم اللي بتصدر الآن، انه في ساعات، في ساعات عمل من المكتب، من المنزل، من البعد. عن البعد. نعم. وهذا كان في التعميم الأخير اللي صدر من الوزارة. نعم. فحتى لو بس انه إن تخصيصه لشخص دون البقية، هذا يرجع للنسبة الموجودة في الإدارة اللي هو يعمل فيها. نعم. فإذا كانت الإدارة متوافقة مع نظام التعميم اللي صادر فما في بأس. نعم. من هذه من نظرة قانونية. جميل جدا. أيضا سؤال يقول، هل أستطيع إعطاء خروج نهائي علما بعد الاستغناء لم يعمل بالمؤسسة هذا الموظف، لا يوجد له حقوق، تم صرف الرواتب كاملة، علما أن العامل جنسيته يعني قال عن جنسيات العربية، معه جواز سفر اللي هو من جنسية الفلسطينية وليس وثيقة، شكرا لكم، أرجو الإفادة، تعديل، تم نقل كفالة العامل للمرة الرابعة على كفالته. يعني هو بيستفسر بيقول إنه هو نقل عليه ولا نقله خلاص؟ هو يقول إنه نقل عليه للمرة الرابعة. نعم، يعني تم نقل كفالة العامل للمرة الرابعة على كفالتي. على كفالته، هو الآن يبغى يسوي له خروج نهائي. وما حيقدر، أو ما أظن إنه، لأنه هو من الجواز السفر ما هذه ترجع يعني ترجع للأنظمة المتبعة في أي. الجهات المختصة وفي الجوازات، إذا كان مسموح حيعمل له، إذا تظلم العامل في وزارة الموارد البشرية حينظر في التظلم حقه. نعم. طيب هنا وهذه ترى على فكرة من الأسباب اللي وجدت، اللي هو اللي في إنه في 14/3 أو 16/3/2021 إنه حيكون في نظام جديد لموضوع الكفالات. 14 إيه بعد 10 أيام. 10 أيام بالضبط. نعم. للقضاء على هذه الأمور اللي هي موضوع الخروج النهائي، الخروج، الكفاءة، بلاغات الهروب. أيه. يكون عقد العامل هو مجرد عقد ما بين صاحب العمل وما بين الموظف والعامل. نعم. أيضا سؤال يقول، هل يجوز للكفيل إنهاء خدمات العامل بدون خطاب مسبق؟ لا طبعا هذا يعتبر مخالف، لابد أن يكون فيه إنذار ولابد أن يكون فيه خطاب مسبق. نعم. لابد أن يذكر فيه، حتى سبب الإنهاء لابد أن يذكر. نعم. السلام عليكم، هل أهليتي في مشروع الإسكان سكني مرتبط مع إصدار سجل تجاري؟ بمعنى إذا أصدر سجل تجاري حتروح أهليتي في سكني؟ عملنا أنا معاملتي لدى البنك ومنتظر الموافقة وأحتاج أصدر سجل تجاري وخايف تروح أهليتي. طبعا حقيقة أنا ماني مطلع على الاشتراطات حقت وزارة الإسكان في هذا الموضوع، هي ترجع للاشتراطات اللي موجودة. تمام. يعني إذا كان مكتوب فيها أنه لا يكون ما يملك أو كذا، فهذه أكيد أنها حتتعارض مع السجل اللي هو فهو يرجع للاشتراطات وزارة الإسكان هي اللي توضح. يقول هذا السائل، موظف فصل تعسفي ويستحق تعويض باقي مدة العقد، السؤال بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة تحسب حتى تاريخ الفصل أم حتى تاريخ نهاية مدة العقد؟ لا تاريخ الفصل. أنت أخذت تعويض عن الفترة المتبقية. نعم. أيضا السؤال يقول، أهلا بكم، مساء الخير أخوي، أنا طلبتني شركة المقابلة الشخصية عن طريق طاقات، وأن للإعلام مطلوب مهندس إلكترونيات والراتب يبدأ من 7000 إلى 15000 ريال وغير
مطلوب الخبرة أو بخبرة سنة. لما جيت عندهم كل شيء عكس الراتب، قال لي 3500 غير شامل خصم التأمينات، وزايد أنك فني إلكترونيات، نبي أيضا HR غير سعوديين، وإيش الإجراء اللي أتخذه وأطلب التعويض منهم بسبب العامل النفسي والمعنوي. يعني هو يدور الآن في موضوع اللي هو الإعلان غير صحيح. أي يعني هذا يرجع لل إذا كان يتبع لوزارة التجارة فيرفع لوزارة التجارة على إنه أعلنوا عن وظيفة غير صحيحة. نعم، إنه إعلان غير واقعي. غير واقعي نعم. نعم. أيضا يقول عزيزي والد زوجتي عمل في شركة خاصة وتعثر لسبب وفاته وكان أطفاله قصر. والآن وصلوا إلى سن البلوغ، لا أعلم إلى أين يتجه عائلة أرجو الإفادة. يعني في المطالبة والده إيش؟ والد زوجته توفى، عمل في شركة خاصة وتعثر ولا توفى يقول لي سبب وفاته، يعني يمكن توفى إيه نعم. وكان أطفاله قصر والآن وصلوا إلى سن البلوغ، يعني يبغوا يشوفوا يعني مستحقات والدهم. هنا في مشكلة كبيرة تواجههم اللي هي موضوع 12 شهر اللي هي فترة المطالبة مدة سنة. نعم. فهذه تجاوزها يعني يكون على حسب الإثباتات اللي موجودة عندهم، يعني ما كان عندهم كفيء وكيل عن الورثة، ما كان في ولي على القصر، فهتدخل في إشكاليات لابد أن الواحد يطلع عليها. طب هذه ما هي تعتبر يعني أسباب وحيثيات؟ طبعا هذه تعتبر أسباب أنه ما قدروا أنه قصر الورثة قصر. إيه بس ما هم كلهم قصر. أي يعني يمكن في يعني أخوان في الزوجة، فيها الأعمام، الخوال، يعني في ناس يقدروا يطالبوا لهم. أنا نعم. يعني قصر لازم يكون فيه لهم ولي أو نعم. شخص مسؤول عنهم. نعم. معنا اتصال هاتفي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. محمد محمود معك. يا أهلا أخوي محمد، حياك. بدل هل يحق للعامل لصاحب العمل مطالبة العامل بدل السكن إن انتهى عقد العمل؟ طيب في انتهى عقد العمل وصرف لك بدل السكن ولا يطالبك؟ نعم. وصرف لك بدل في نفس الوقت العامل بيدفع اللي البدل مش البدل السكن. أيوة. السكن بيدفع لصاحب الإيجار إذا دفعه مقدم بعد العقد ينتهي. طيب أنا بقول لك يعني هل تقصد إنه هو أنهى العقد أو العقد انتهى قبل أي شح؟ قبل انتهى قبل السنة، فأنت ماخذ ماخذ بدل السكن كامل مقدم. أيوة فصار في نعم نعم. فصار فيه فترة هنا فترة متبقية، فهي نعم. يقدر بدل السكن بالفترة اللي انت قضيت فيها لدى صاحب العمل. أيوة. ويعطي والفرق يرجع لصاحب العمل. إيه لأنه في فترة فيه يعني أنت الآن بتقول إن في فترة أنا ما كنت عند صاحب العمل وأنت ماخذ المبلغ كامل. لما أنت بتأخذ بديك مقدم مثلا 6 شهور، أنت 6 شهور بتأخذها وأنت هناك بتدفع اللي بتاع السكن للفلوس كامل حق 6 شهور. وأنهى العقد قبل نهاية 6 شهور. أي مثلا إذا صادف قبل 6 شهور في فترة متبقية اللي هو شهر مثلا أنا طالبني بالمبلغ ده مثلا شهر. مثلا شهر. أي مثلا 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 شهر. طبعا هذا من حقه انه هو يطلب منك. ايوه خلاص يقول انا يا اخي حياك الله. عندي يقول لنا عندي والدي يشتغل في شركه له 20 سنه وما يعرف. طبعا يمكن هذا سالناه جانا مره ثانيه. السلام عليكم، انا مضيت على عقد لمده 3 سنوات وهذا العقد بشرط جزائي للطرفين الذي يترك الاخر، وأنا أريد أترك العمل، فكيف العمل؟ شرط جزائي في عقد العمل؟ أيوة. إذا كان الشرط باطل لا يبطل العقد كامل. أي يعني إذا أنا اليوم أنا الآن موظف في شركة مثلا ووضعت عقد شرط أني أنا ما أترك العمل مدة 10 سنين وجيت بتركه بعد سنتين. هل هذا منصوص عليه في نظام العمل ولا في اللوائح الموجودة التنفيذية؟ دائما إذا بطل الشرط لا يبطل العقد كامل. نعم.
أيضا سؤال يقول زكى الله خير، الله يعافيك، أنا شغال عامل بمؤسسة فندقية 9 سنوات، ما أذكر أنه سويت معاهم عقد عمل، هل أقدر أطالب بمستحقاتي ويلازم يكون في عقد عمل معهم؟ لا طبعا هو اللي يستطيع أن يثبت من تاريخ الرواتب اللي استلمها، أي، المبالغ اللي استلمها، الحضور والانصراف، التامينات إذا كان مضاف التامينات، وسائل الإثبات كثيرة يعني. نعم، في والله الأسئلة كثيرة أستاذ خالد، لكن لعلنا ننهي بهذا السؤال. يقول عندي ستار، زوجتي طبيبة واشتغلت في مستشفى، وقبل ما تنتهي 3 شهور بيوم قاموا بفصلها خلال فترة التجربة، ولكن تبقى لها رواتب شهر و19 يوم، والآن مرت 4 شهور ونصف ولم يتم دفعها إلى الآن، ما الحل وكيف يمكنني أن أثبت ذلك ولمن أتجه؟ اتجه إلى وزارة الموارد البشرية، نعم، ويقدم طلب هناك ويذكر الحيثيات. تمام، أنا أشكرك أستاذ خالد، الله يعطيك العافية، تسلم. طبعا كثير من يمكن الأسئلة والاستفسارات أنا راح أسلمها لك وتعدى إجاباتك. تتابعوا بس الأستاذ خالد بن أحمد المحمدي المحامي المستشار القانوني، وطبعا مع فريقهم الإعلامي في مكتبهم بيردوا على كل الاستفسارات والاستشارات. تستطيعوا أنكم تتواصلوا أيضا على حسابه في تويتر، وهو موجود عبر إعلاننا، إحنا في كل مرة نعلن عن حلقات من حقك بنضع حساب تويتر للأستاذ خالد، لمن يرغب أن يستفسر ما بعد الحلقات يستطيع بذلك، ويعطي يعني الله يعطيه العافية، ما بيقصر في الرد على كل هذه الاستفسارات. الشكر لكم أيضا مستمعي الكرام على طيب الاستماع والمشاركة باستفساراتكم وأسئلتكم وإثراءكم بمداخلاتكم. إلى الملتقى بحول الله تعالى على موعدنا الخميس القادم في 2 ظهرا. تحية مني أنا عادل بربع، ومن الكنترول زميلها هلا منصور. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.